مساء سعيدا لكل احبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقيه وعلى الهواء مباشره، احييكم احلى تحيه، ناخذكم الى حلقه جديده فيها الكثير من المتابعات والاخبار والتقارير الرياضيه التي نحرص ان نضعها امامكم اولا باول، بامكان جميع مشاهدينا متابعه صفحه التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحه الخاصه بتلفزيون الشرقيه لمتابعه البرنامج على الهواء مباشره. فاصل ونبدا حلقه هذا اليوم. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، نبدأ من الموجز الرياضي وأهم الأخبار، ونبدأ من تداعيات انسحاب المنتخب السعودي من بطولة غرب آسيا، إذ أكد السيد عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي في تصريح للشوط الثالث هذا اليوم أن المنتخب السعودي سيتواجد في بطولة غرب آسيا اللي راح تحتضنها أربيل وكربلاء بداية آب المقبل. وتسلم الاتحاد العراقي لكرة القدم كتابا يؤكد مشاركة الأخضر السعودي اللي أرسل قائمته المشاركة في منافسات هذه البطولة. وأكد عبد الخالق مسعود أن الاتحاد العراقي لكرة القدم قام بإصدار تأشيرات الدخول للمنتخب البحريني الشقيق. أيضا إدارة نادي أمانة بغداد أعلنت تجديد ثقتها بالمدرب عصام حمد عندما وقعت عقدا جديدا يستمر للموسم الكروي الجديد. وقال رئيس النادي فلاح المسعودي في تصريح صحفي أن إدارته اتفقت على بقاء المدرب عصام حمد على رأس الجهاز الفني للفريق خلال الموسم المقبل. وأشار المسعودي إلى أن هذه الخطوة سيتسهم بالاستقرار الفني للفريق وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد. يذكر أن نادي أمانة بغداد تحت قيادة عصام حمد يستقر بالمركز السابع ب 47 نقطة. أيضا من ضمن الأخبار الرياضية المحلية، يدرس ناديي نفط الوسط والمصافي دمجهما بفريق واحد. عضو إدارة نفط الوسط فراس بحر العلوم أكد للشوط الثالث في تصريح خاص به البرنامج أن إدارته تؤيد مقترح وزير النفط بدمج الأندية النفطية لأنه يصب في مصلحة الرياضة العراقية. وسنجتمع بإدارة المصافي للوصول إلى دراسة لدمج الناديين. وأشار إلى نفط الوسط سيبرم صفقات مميزة مع لاعبين محليين. قرار الدمج جاء وفق توجيهات وزير النفط ثامر الغضبان يوم أمس بعدما قرر بتقليص عدد الأندية النفطية حتى يتم توزيع المنح بصورة أفضل. إلى الأخبار العربية ومنافسات كأس الأمم الأفريقية، حسم منتخب نيجيريا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بفوزه على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد، رغم المفاجأة اللي فجرها جنوب أفريقيا بالفوز على مصر في ثمن نهائي البطولة والإطاحة بصاحب الأرض والجمهور، إلا أن رحلته في البطولة توقفت بهدفي سامويل شوكيزي وويليام إكنوج، بينما أحرز بونجاني زوزونجو هدف جنوب أفريقيا الوحيد. أخيرا ومن عالم كرة الصفراء، كلاسيكو سيجمع نادال وفيدرر في بطولة ويمبلدن بكرة المضرب، إذ سبق لنادال التأهل لدور الأربعة بعد أن فاز على الياباني كينيش توكوري، ثم لحق به الإسباني بفوزه السهل على الأمريكي سام كويري. ويتفوق نادال على فيدرر ب 24 انتصار مقابل 15. نادال توج بلقب ويمبلدن عام 2008 وعام 2010 بعد إحرازه رولان جاروس أيضا في المرتين، وسيحاول هذا العام إثبات وجوده. إذن نحن على موعد كبير بكلاسيكو يجمع الكبيرين نادال وفيدرر في بطولة ويمبلدن. إلى التقارير والمتابعات، تابعونا بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد أحبتي متابعي الشوط الثالث من الشرقية وعلى الهواء مباشرة. نأخذكم إلى أهم المتابعات والتقارير الرياضية، واللي نبدأها من شكوى لبعض الاتحادات الرياضية على وزارة الشباب التي تأخرت كثيرا في إطلاق المنح المالية من أجل إعادة ديمومتها وعملها الرياضي. الاتحادات أكدت لمصدر مطلع للشوط الثالث عبر الشرقية إنها تقدمت بشكوى ضد وزارة الشباب ووزيرها بسبب تأخر الإجراءات الإدارية الخاصة بعملها، وأوضح أن اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء هي السبب في تأخير الإجراءات الإدارية، لا سيما مسألة رواتب الموظفين إثر المشكلة الأخيرة بين الوزارة والأولمبية. من جانبه أكد أمين سر اتحاد الملاكمة إيلاف ربيع في تصريح للشوط الثالث اليوم أن اتحاد الملاكمة يعاني كما تعاني الاتحادات الرياضية الأخرى بسبب الصراعات بين الوزارة والأولمبية، وأوضح أن رئيس الاتحاد علي تكليف دفع من جيبه الخاص ما يقارب 90 مليون دينار، وهذا الحقيقة يعني جاء من أجل تمشية الأمور الخاصة، وإن اللاعبين لديهم استحقاقات دولية مقبلة. يعني الحقيقة هذا الموضوع راح يأثر تأثير سلبي على الرياضة العراقية عموما، وبالتالي نتمنى أن تحل هذه الأزمة العالقة وأن نخرج من البيروقراطية، لأنه رئيس اللجنة الخماسية عصام الديوان اللي للأسف يعني حتى قام ما يتواجد بالوزارة واللي عنده 35 ألف منصب، يعني نتمنى أن يكون جدير بهذه الثقة اللي أعطته إياه الحكومة العراقية، رغم أنه هو أقدم وكيل وزارة بتاريخ البشرية، صار له أكثر من 16 سنة وكيل وزارة. وبالتالي يا أخي العزيز، هذه الإجراءات العقيمة راح تأثر على الرياضة العراقية، ومن حق الاتحادات أن تلجأ، بما أنه هي اتحادات صارت ذات شخصية مستقلة معنوية مرتبطة بالاتحادات الدولية راح تشتكي لأنه ماكو دعم، وبالتالي ما عرفوا الفلوس وين تصير وليش مدى تتوزع وليش هالبيروقراطية والكتابنا وكتابكم والقيل والقال. يا جماعة عندنا مشاركات، وبالتالي نتمنى أن تحل هذه القضية. أيضا أحبتي المشاهدين، نذهب إلى نادي الصناعات الكهربائية. هذا النادي الفتي تحت قيادة المدرب الشاب النجم الدولي السابق أحمد عبد الجبار، ويساعده الدولي السابق أيضا حيدر عبيد، الحقيقة قدم مستويات رائعة في ظل إمكانيات مالية بسيطة. زيد السراج كان حاضرا وهي هذا التقرير عن الإنجازات اللي حققها نادي الصناعات، نتابع. بصورة مغايرة ظهر الصناعات الكهربائية في المرحلة الثانية وتحت قيادة ملاك شبابي، حصد النقاط بشكل وفير وقرب بين الفريق بصورة أفضل. الحمد لله كل هذه العوامل بالإضافة إلى الدعم الكبير من قبل الكادر الإداري، كل هذه العوامل خلتنا يعني ننتشل الفريق ونحسن موقعنا ونضمن البقاء في دوري صعب جدا. مثل ما تعرف يعني كل الفرق لها أفضلية وأولوية من ناحية إذا كان الأرض والجمهور، إحنا الفريق الوحيد اللي يعني لا عندنا أرض ولا عندنا جمهور. يعني الفريق كان بالنسبة للترتيب هو كان أخير بالدوري، لكن قدرنا يعني خلال هاي الفترة أنه نعيد وضعية الفريق، استقطبنا بعض اللاعبين الجيدين، قدرنا أنه نحقق نتائج إيجابية. مثل ما تعرف الآن الفريق ضمن البقاء قبل 4 مباريات، نتمنى إن شاء الله يعني باقينا 3 مباريات بالدوري نحقق نتيجة إيجابية في سبيل تحسين موقعنا. أما خصوص السنة المقبلة يعني مثل ما تعرف الهيئة الإدارية مواضع برنامج آخر في سبيل أنه يكون الفريق بصورة أفضل مما ظهر عليه في هاي السنة. اللاعبون أوضحوا أن هنالك مصاعب عديدة قد واجهتهم والإدارة ذللتها رغم الوضع المالي الصعب، أما المراكز الأخيرة فهي ليست طموحهم لكن البقاء أفضل من الهبوط. مع مباراة نفط الجنوب يعني ما مردنا تطلع المباراة هيش تحصيل حاصل، لا بالعكس ردنا الفريق يعني عدل الوضع بالترتيب، لأن فريقنا ما يستحق المراكز الأخيرة صراحة. الحمد لله مثل ما تعرف كنا مطمئنين إحنا من خلال مستوى نقدم في المباريات أن تأتي النتائج بعد هذا، والحمد لله قدرنا نحقق نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة تحت قيادة كابتن أحمد، وتغلبنا أيضا على فرق جماهيرية. يعني النادي مثل ما تعرف يعني صار له موسمين في الدوري يعيش أوضاع غير جيدة، مثل ما تعرف الدعم المالي للفريق يعني غير جيد والملعب غير جيد ايضا، ما ليس لدينا ملعب. كانت بدايتنا انطلاقا تعثر ببعض المباريات، لكن المرحله الثانيه قدرت الهيئه الاداريه مع الكادر التدريبي استقطاب بعض الاسماء الجيده اللي ساعدت على الفريق،
وما قلت تعرف الفريق مر بأزمة مالية، لكن الهيئة الإدارية ذلت الصعاب لأجل الفريق والحمد لله والشكر قدرنا نحقق المركز، يعني ما تقول ما يلبي الطموح لكن أفضل من مرحلة أولى. بعد البداية السيئة للصناعات الكهربائية في المرحلة الأولى، الماكينات تنتفض في المرحلة الثانية وتحقق النتائج الإيجابية وتبتعد عن شبح الهبوط بعد أن ظلت طويلاً في قعر الترتيب. من ملعب الكشافة ببغداد للشوط الثالث، زيد السراج. شكراً زيد، تحية إلى أحمد عبد الجبار وحيدر عبيد وعصام حمد وأحمد دحام ورزاق فرحان وحسام فوزي وكريم سلمان. هذا الفكر الجديد اللي الآن بدأ يضغي وبدأ يعني تصير له بصمة مع الأندية في ظل غياب للدعم المالي، نجوم لاعبين سوبر، وبالتالي الحقيقة احنا بحاجة إلى هذه الدماء إلى أن تشق طريقها ويكون لها مكان في مستقبل الكرة العراقية. أيضا عتب من النجم الدولي السابق يونس عبد علي اللي اتمنى من اتحاد الكرة العراقي أن يكون للنجوم الرواد للنجوم الدوليين السابقين مكانا على المستوى الإداري على مستوى الإشراف، وبالتالي عتاب يونس عبد علي ننقله لحضراتكم في هذه أو في هذا التصريح اللي خرجنا به مع الكابتن يونس. نتابع. المنتخبات الوطنية وينها؟ ليش ما تنطونهم دور تكون لجان مختصة بهاي الشؤون، شؤون اللاعبين القدامى، السيرة الذاتية للاعبين القدامى؟ اليوم شوف الظاهرة الكبيرة اللي هي خطرة جداً، اللي هي المباريات الديربيات اللي تقام في العاصمة بغداد. منو ينظم دخول الجمهور؟ ما له صلة بالرياضة، فلذلك يكون عنيف مع الجمهور، الجمهور يكون متوتر من هذا التصرف. يعني لو كانوا هناك نجوم لاعبين المنتخبات السابقة يكونوا متواجدين، تنظيم المباريات، تنظيم دخول اللاعبين، هو الجمهور من يمه من يشوف هاي الأسماء يخجل، راح يكون عنده نوع من الاحترام ونوع من الانضباط داخل الملعب. لكن احنا نشوف الفوضى عارمة في بلدنا في كل المجالات وليس فقط في الرياضة. الرياضة هي كانت المتنفس الوحيد، اليوم صار الزحف على الرياضة في سبيل هدم كل ما هو موجود في هذا البلد. شكرا للكابتن يونس عبد علي، أكيد راح يكون ضيفنا قريبا للحديث عن الكثير من الأمور التي يجب أن ينصف من خلالها النجم الدولي، لأنه النجم اللي يعتزل هو ثروة قومية نقدر نستفيد منه. أخيرا سادتي المشاهدين، ومن ضمن متابعاتنا وتواجدنا في محافظاتنا العزيزة سنذهب بكم إلى مدينة المسية بالعزيزة الشمال محافظة بابل، اللي اشتكى عدد من الرياضيين غياب الملاعب الخاصة بهم، وبالتالي يمتلكون ملعب واحد فقط يقع على ضفاف نهر، وبالتالي الجميع يشكو من الحقيقة سقوط الكرة في النهر وبالتالي يشكل خطر على حياة اللاعبين. زميلنا علي الفتلاوي هيئ لنا هذه التصريحات والمطالبات اللي الحقيقة يعني نضم صوتنا الصوت الأخوة المطالبين، ترى ما يردون شيء من الحكومة، قالوا بس سياج، لا رادوا ملعب ولا رادوا بنى تحتية ولا رادوا قاعات مغلقة في الوقت اللي يعني هذا من أبسط متطلبات الدولة أن توفر للشاب العراقي بنى تحتية رياضية. نتابع هذه التصريحات ولنعود. احتجاجية نطالب من السيد وزير الشباب والرياضة بتكوين ملعب 11 لقضاء المسيب، لكون قضاء المسيب يفتقر الملاعب. زين، قضاء المسيب يعني ثاني أكبر قضاء بالعراق، ملعب 11 ما بي حاليا، بس ملعب الوزارة، وهذا ملعب الوزارة يعني ما ينطول الفرق الشعبية، وإحنا فرق شعبية ما يقارب 60 فريق شعبي بالمسيب، وملعب 11 ما عندنا. يعني خلي يجي يشوف هنا، يعني اللي الأقضية والمدن اللي مرت بالحرب مو مثل قضاء المسيب، يعني قضاء منتهي ما بأي وسيله للحياه تدل على الحياه. احنا هاي الشباب يعني هسه لاميهم، بس ما اضمن لك ان هذول يبقون على قيد الحياه، لان احنا محادي النهر، ما اضمن لك ان هم يعني ما يتعرضون للخطر.
يعني احنا هسه احنا لا عندنا سياج مثلا تقدر الامكانيه اللي نسيجها بيارسي حتى الشباب ما يروح لنا الطوبه تروح يركض وراها احتمال يقع بالنهر احتمال يسبب لنا مشكله احنا في غنى عنها. خلينا من جيوبنا لهاي الساحه شوفها والله العظيم لا رواتب كلهم ما عندهم رواتب وخلوا من جيوبهم شوفوا الساحه سووها. هاي الساحه كانت كلها مقلب هاي شوف النفايات كانت كلها بالنص هنا. وجوا وجابوا شفلات وعدلوها وهاي هسه تشوفها قدامك ما نريد نريد بس سياج على مود النهر واحنا لو ما نهر بصفة والله لا نريد سياج ولا ابد. وقفنا يعني نريد ساحه يعني القضاء المسيب كله ما بيب ساحه بس هاي وهم بعد ما كان القضاء يعني ملعب مال المسيب يعني هسه احنا واقفين هذا هنا يمنا نهر دي ضايق دول خطيه الاطفال شنو ذنبها؟ يعني هسه احنا خي سوينا بس سياج ما نريد لا قولهم استثيله زرعوا لنا يا ولا هاي احنا الملعب يعني احنا سويناه كانت هنا انقاض قبيل واحنا سويناه بدينا يعني الصبح والظهر نركض به. شكرا لزميلنا علي الفتلاوي، والله قلوبنا وياكم يا جماعه الخير، احنا نريد رياضه ونريد شباب ونريد شباب نبعده عن الظواهر السلبيه اللي الان بدات تطفو على مجتمعنا، خلي نوفر لهم يا جماعه، واحنا دائما ترى قريبين من محافظه بابل من المسيب وبقيه محافظاتنا اللي ما تمتلك اي شيء، شوفوا الطموحات ايش قد بسيطه، يقول لك سوي لي سياج حتى طوبه ما تروح بالشط. لكن ما اعرف شلون وتاليها ما ندري. مشاهدينا الأحبة إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم واللي راح نتحدث فيه عن منتخب صغير بأعماره كبيرا بعطائه، منتخب يشارك في بطولة غرب آسيا وهي المشاركة الأولى لفريق عراقي، يبدو أنه الجميع تضافر لأن يخرج هذا الفريق بأعمار حقيقية لإعطاء الفرصة الحقيقية لجميع المواهب. يقف خلف هذه الكتيبة الشابة هو نجم كبير من نجوم الكرة العراقية. يسعدني أن ألتقي بصديقي النجم الدولي السابق الكابتن عماد محمد بعد غيبة طويلة، هو الآن ضيفنا في برنامج الشوط الثالث. أحييك كابتن عماد وحمد الله على سلامتك، ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وبكل مشاهدين قناة الشرقية، وأكيد أخ عزيز أنت و... الله يحفظك. وطبعا من فترة طويلة إحنا ما ملتقين. وسعيدين جدا اليوم لقائك. الله يحفظك. أحب أقدم لك التهاني يعني لكثير من الأمور، التهنئة على الحقيقة تسنمك لمنتخب الناشئين، التهنئة لهذا الفريق الذي أثلج الصدور، والتهنئة للانضباط العالي اللي فرض عماد محمد ورفاقه مع هذا الفريق اللي احنا نعول عليه واللي يمكن كل زملائنا الإعلاميين والصحفيين أشادوا بمستوى هذا الفريق، فتهاني كثيرة أقدمها لحضرتك كابتن عماد. شكرا جزيلا أخ محمد. طبعا أكيد احنا أول ما تكلفنا بهذه المهمة اللي نعتبرها مهمة صعبة جدا لما يمر به العراق والوضع الرياضي بالعراق خاصة بالفئات العمرية، أخذنا على عاتقنا أنه من ننطل اللاعبين كرة قدم فقط، لا، وإنما نبدي بعمليات كثيرة من ضمنها عملية تربية اللاعب إذا كان على المستوى الأخلاقي أو على كثير من المستويات، بالإضافة إلى ذلك العامل المهم العامل النفسي اللي نعامل به اللاعبين، إضافة إلى ذلك العامل التدريبي اللي بدينا به تدريجيا مع اللاعبين، وانت تدري فترة قصيرة جدا مع لاعبين غالبيتهم لا يملكون العمر التدريبي، فكل هذا يحتاج إلى عمل. وضعنا برنامج مكثف طبعا احنا خلال الفترة الماضية الشهرين قدرنا ان نستغل هذا الوقت، ورغم الصعوبات اللي واجهناها لان تعرف احنا مرينا بظرف هو ظرف المشاكل اللي جاي تمر بها اللجنة الأولمبية مع وزارة الشباب، الاتحاد العراقي ايضا مر بهذه المشاكل، فاحنا اكثر الفرق تضررنا وعانينا من هذه المشاكل لان احنا نريد نكون فريق اعداد فريق لتصفيات اسيا والمشاكل بدت، لكن بدينا احنا بمساعدة يعني بعض الأشخاص ومساعدة الأخوان أعضاء الاتحاد ومساعدتنا إحنا شخصيا يعني الكادر أو الجهاز الفني قدرنا أن نذلل الصعاب ونعد الفريق خلال هاي الفترة. الحمد لله. يمكن من الأمور اللي أحب أناقشها ويا حضرتك، يمكن هذا أول ظهور إعلامي لعماد محمد بعد أن تسنم مهمة الإشراف على منتخب الناشئين وذلك لغرض
يعني التفكير والعمل، لكن الآن حقيقة يمكن أقول بدينا نجني الثمار، لأن الفريق العراقي اللي شارك في هذه البطولة رغم أنه إحنا تفاجئنا ببعض الأمور اللي ما كانت في الحسبان، اللعب على ثي الاصطناعي، بعد الملعب، المباريات في وقت متأخر لا يتناسب مع أعمار اللاعبين، لكن فريقنا ما شاء الله عليه الرتم بدأ يتصاعد شيئا فشيئا، بدليل أنه إحنا بدينا مع الأشقاء السعوديين بخسارة رغم أنه إحنا قدمنا الكثير، والأداء يتصاعد لا سيما في مباراتنا مع عمان، فهذا يدل على أنه الفريق في تصاعد، وربما سنجني إن شاء الله وأنا واثق أنه الفريق هذا راح يكون إلى شيء في قادم الأيام. طبعا اكيد الكل يعرف انه منتخب مؤسس جديد، 90% من لاعبي او 80% من لاعبي هم من الاكاديميات والمحافظات، لان احنا سوينا جوله للمحافظات. لا. وعندنا من ضمن ال 23 لاعب حاليا 7 لاعبين هم من محافظات العراق العزيزه، بالاضافه الى بعض المجموعه من اللاعبين. اكيد هذا الفريق ما يمتلك اي خبره دوليه، اول مباراتين كانت له مع عمان في عمان، والكل يعني أشاد به خاصة المنتخب العماني. إضافة ذلك دخلنا بهذه البطولة إحنا بغض النظر عن النتائج، إحنا متفقين ويا رئيس الاتحاد والإخوان أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد إنه إحنا بناء جيل لمستقبل كرة قدم، نفكر بالمنتخب الوطني الأول، ما نفكر بالنتائج حاليا بالوقت الحالي، لأن إذا تأخذ نتائج بالوقت الحالي وبعدين بالمنتخب الوطني الأول ما تجني الثمار ما راح تستفاد شيء. فاحنا يعني خططنا الى انه نبني فريق بالوقت الحالي بدون نتائج، وبعدين نجني ثماره بالمنتخبات الوطنيه اذا كان على المستوى الاولمبي او الوطني. لكن انا اقول مستوى الفريق في بطوله غرب اسيا اختلف عن مباراتين عمان، وخير دليل على ذلك اشاده المدربين مثل المنتخب السعودي ومدرب العماني، يعني اشادوا بالفريق بعد المباريات في بطولة غرب آسيا، هذا دليل على أنه الفريق في تطور. لكن هذا الفريق حتى لو في تطور أنا أقول أنه النتائج ما تجي بالوقت الحالي ولا تجي بعد 5 أشهر وست أشهر، ممكن هذا الفريق بعد سنتين يلا تقدر تجني ثماره بالمنتخب الشباب إن شاء الله، إذا استمر هذا الجيل مع تطعيم بعض اللاعبين، بالإضافة إلى ذلك الدعم الكامل لهذا الجيل والصرف على مستوى عالي، مثل ما هسه جاي نشوف المنتخب السعودي عسكر بالمكسيك وعنده 4 لاعبين يلعبون بالدوري الإسباني للناشئين، وعنده دوري منظم بالسعودية، كل هاي الأمور تعطيك لاعب مميز وتعطيك لاعب جيد. لكن احنا ممكن نقول نستغل فرصة انه عدم وجود دوري مثلا نقيم معسكرات على مستوى عالي ومباريات دولية على مستوى عالي لهذا الجيل، ممكن نجني ثماره بالمستقبل. فأنا يعني أؤكد لكل جماهيرنا العراقية إنه بالوقت الحالي نتائج لا توجد نتائج، وأنا مسؤول عن كلامي، لكن بالمستقبل راح نجني لاعبين يمثلون المنتخب الوطني ل 15 و20 سنة في المنتخب الوطني الأول، والمواهب الموجودة عندنا أنا على يقين إن هذه المواهب راح تكون متواجدة مع المنتخبات الوطنية. يعني هذا عهدنا كابتن عماد، نتمنى أن نجني ثمار ما نزرعه، لأن الكل يعرف، وحضرتك أيضا أنت درجت من الفئات العمرية وأصبحت اسم كبير في عالم الكرة، لأن أساسك كان صحيحا ناشئين وشباب أولمبي ووطني، وبالتالي نتمنى أن يكون هناك عشرات مثل عماد محمد. دعني أتحدث عن نقطة جدا مهمة، يمكن الأريحية اللي انطاكيها اتحاد الكرة أنه أنت غير محاسب على النتائج، عدنا الفريق، وأيضا لاحظوا التجاوب من قبل الزملاء الصحفيين والإعلاميين وحتى الشارع الرياضي في الوقت اللي يمكن هاي الحرية من المساحة ما أعطيت لمدرب آخر، هذا يمكن أيضا عزز من مهمتك كابتن عماد. اكيد يعني تعرف انت احنا ما نريد نحكي بكثير من الامور اللي راحت يعني بالسابق، لكن بالوقت الحالي تكوين هذا الفريق وبعلم جميع اعضاء الاتحاد يعني انه تكوين هذا الفريق تكوين مميز جدا بكل التفاصيل اللي احنا ما نريد نتطرق لها. الاتحاد اكد الى انه عدم وجود نتائج بالوقت الحالي، هذا من النقاط اللي ركزنا عليها، لكن عدم وجود نتائج لكن يجب ان تكون وجود مواهب. احنا ركزنا خاصة بمنهاج العمل مالتنا اللي وضعنا منهاج عمل مميز جدا، بدينا في 15/3 من هاي السنة، رغم انه احنا قلة الفترة، يعني يجب ان نعترف قلة الفترة، لان الفريق مثلا هسه نجي الفريق السعودي من سنة يعد، لكن احنا قلة الفترة صار لنا شهر ونص احنا في فترة الاعداد. طب ليش؟ يعني ليش يتكرر هذا المسلسل كابتن عماد؟ انا هذا طبعا هذا السؤال يعني
الاخوان باعضاء الاتحاد هم ممكن يجاوبون عليه، لان هم تعيين المدرب يجي عن طريقهم، يعني تعيين المدربين. فاحنا من تعيننا خلال فتره قصيره، نقول من شهر الرابع الى شهر التاسع هي التصفيات، يعني ما يقارب الاربع اشهر خمس اشهر. هي هاي احنا ايش وضعنا؟ انا وضعت عمليه الاختيار تكون هي اهم عمليه عندي لاعداد الفريق، يعني يجب علي ان اختار صح حتى ولو فتره الاعداد تقل مالتي. نعم. يعني عمليه الاختيار مهمه جدا، تختار موهبه افضل من ما تختار غير موهبه وتعيد جوله المحافظات ده. نفعتك كابتن عماد؟ اكيد، يعني انت حضرتك تجولت يعني حتى في المحافظات المحرره، هذا شيء يجير لك، يعني اسوه بالكابتن قحطان ايضا وجله التحيه، واحنا رافقناك طبعا في الموصل. أكيد. وفي دهوك وفي اربيل، هذه نفعتك؟ اكيد. الكل يعني غالبيه الاخوان اعضاء الاتحاد كانوا على علم، ورئيس الاتحاد كان على علم بجولتي بالمحافظات. طبعا انا قسمت العراق الى ثلاث مناطق اللي هي منطقه جنوبيه والوسطى والشماليه. بديت بالمنطقه الجنوبيه ثم انتقلت الى الوسطى، وبعد ذلك انتقلت الى الشماليه والمنطقه الغربيه اللي هي الرمادي وديالى من ضمن المنطقه الشماليه اعتبرتها. حاليا يوجد لدينا سبع لاعبين من المحافظات العزيزة. نعم. لدينا من موصل لاعب، لدينا من كركوك لاعب، لدينا من ديالى لاعب، لدينا من العمارة لاعب، لدينا من البصرة اثنين، لدينا من الحلة لاعب، لدينا من ضمن 23 لاعب لدينا سبع لاعبين حاليا متواجدين مع الفريق في بطولة غرب آسيا، وكلهم من المواهب المميزة، الكل أشاد بهم. بالإضافة إلى بغداد العزيزة، يعني أيضا لدينا قسم كبير من اللاعبين الموجودين حاليا من أنديتنا في بغداد وأكاديمياتنا. عملية اختيار اللاعب كانت هي العملية الرئيسية عندنا، بعد ذلك بدينا بعملية الاختبارات النهائية للاعبين. طبعا احنا ما اختارينا بس سبع لاعبين من المحافظات، ما يقارب ال 35 لاعب اختارينا من المحافظات، لكن اجوا للبغداد وبالتصفيات النهائية صفينا على سبع لاعبين من عندهم، وحتى اللي طلعناهم هم مواهب، لكن يعني لا الوقت يوسع لك ضيق الوقت. نعم. راح ترجع لهم مرة الأخرى كابتن؟ ولا الأعداد، يعني أنت محدد بعدد أنه 30 لاعب يبقون في بغداد و23 لاعب يسافرون معك. أكيد. نعم. هم كلهم ضمن المنهاج العمل مالتنا، وأسماءهم موجودة وعناوينهم موجودة وتليفوناتهم موجودة، كلهم سوينا لهم بيانات وخليناهم عندنا. أي لاعب هسه نحتاجه راح نرجع له. جميل. ويكون ضمن الفريق. طيب الآن ليطمئن قلبي وقلوب كل العراقيين، لأن إحنا يعني عانينا من شغلة كابتن عماد، يمكن حضرتك أنت ابن الكرة العراقية، منتخب نتعب عليه لبطولة معينة ويحقق نتائج، لكن عقب البطولة تشوف يعني الاهتمام يقل، اللاعبين يتسربون يروحون للأندية، وبالتالي نفقد ركيزة مهمة هي ركيزة الانسجام. الآن كابتن عماد الخطوات الفعلية اللي راح تقوم بها عقب غرب آسيا نقدر نتعرف عليها؟ أكيد جدا. شوف أنا واحد من المطالبين جدا بإقامة دوري الفئات العمرية، ومصر. نعم. على هذا الموضوع مع الأخوان في أعضاء الاتحاد، وأيضا بمساعدة الأندية. يجب على الجميع أن يضع في كل نادي نادي فريق للأشبال والناشئين والشباب والرديف، ويضع الاتحاد جدول لهذا الفريق وينظم دوري مهم جدا إذا أردنا أن نبني قاعدة رئيسية أو قاعدة مهمة جدا. أنا مع ذهاب اللاعبين للأندية في حال وجود أكو دوري، لأن أنت اللاعب هو هذا أساسه بالنادي، والنادي هو اللي يصقله ويدزل للمنتخب الوطني. طيب. لكن عملية بناء هذا الجيل أو عملية بناء استمرار هذا الجيل والاستمرار، إحنا يجب علينا أن نضع خطة لهذا الجيل. يعني هسه إحنا في منتخب الناشئين، نفرض لا سامح الله لا سامح الله لو الفريق ما تأهل إلى نهائيات آسيا، يجب على الاتحاد أن يضع خطة أن هذا الفريق يجب أن يبقى وأن يتدرب وأن يستمر من أجل الدخول في تصفيات الشباب، بإضافة عدد يعني عدد قليل من اللاعبين مع هذا الفريق. ليش؟ لأن استمرارية هذا الفريق أو الدخول بمعسكرات أو الدخول بمباريات ودية على مستوى عالي هو يعطيك الضوء الأخضر أنه أنت راح تكون جيل يقدر أنه يخدم الكرة العراقية بالمستقبل. نعم. إن شاء الله. يعني إحنا نقول إحنا أكيد مركزين على التصفيات، منهاج عملنا طبعا مو كله جاي يطبق، خلينا نكون واقعيين. إحنا مثلا قبل بطولة غرب آسيا طلبنا معسكر في تركيا، توفر لنا معسكر في كربلاء، يعني طلبنا معسكر خارجي زين قريبه تركيا وكربلاء، توفر لنا معسكر داخلي. احنا بالوقت الحالي لدينا ايضا منهاج عمل، راح نقعد اسبوع، 27 راح نبدي تدريب، 28 نكون بالعراق، نحتاج طبعا من مباراتين الى ثلاث مباريات مع معسكر داخلي في بغداد في العراق،
بعدها عندنا معسكر خارجي ان شاء الله في نحتاج معسكر خارجي ضروري قبل الدخول بالتصفيات، ومن ثم 13/9 السفر الى قرغستان للمشاركه في التصفيات قبل 5 ايام من المشاركه في التصفيات ان شاء الله الاسيويه باذن الله تعالى. كابتن عماد، حظوظنا في بطوله غرب اسيا، احنا الان نمتلك 4 نقاط من خساره وتعادل وفوز على الاشقاء البحرينيين. ما اعرف لانه نظام البطوله للاسف الى الان احنا نجهله، لكن اعطاء فرصه يمكن للمنتخبات، فيا ريت باختصار حظوظنا، مبارياتنا، شلون وضعنا؟ طبعا احنا عندنا 5 نقاط مو 4. عفوا. اي نظام البطوله تعادلين، نعم، مع الكويت. تعادلين مع الكويت، نعم. مع عمان. نظام البطوله هو نظام تلعب 4 مباريات في كل الحالات. نعم. هو هذا النظام. نظام البطولة أنه من كل مجموعة يأخذون واحد، الأول يصعد، أول 3 مجاميع يصيرون هم الأوائل يلعبون على الأول والثاني والثالث. نعم. الثاني اللي إحنا طلعنا ثاني بالمجموعة مع السعودية نلعب على الرابع والخامس والسادس، الثالث يروح يلعب أيضا على السابع والثامن والتاسع. شوي نظام البطولة غريب جدا، لكن هو الفائدة منه أنه تلعب 4 مباريات. يعني إحنا لو نظام البطولة يصعدون 2 من كل مجموعة الوضع كان اختلف. اي كان المفروض احنا يعني اعطوكم اريحيه بالتفكير اثناء المباريات من قالوا لكم نظام البطوله هيك؟ لا، اعطوكم اريحيه شويه. ماكو اريحيه، لان انت مجرد ما ممكن تفوز وتتعادل تروح ثاني. ممكن تخسر وتفوز تروح ثاني. نعم. يعني ما عندك اريحيه بالتاهل من هي البطوله مؤهله الى دور نصف النهائي، لكن احنا كفائده اعتبرناها فائده ممتازه جدا. نعم. لعبنا 4 مباريات لهاي الفئه وكان مستوانا ايضا متطور بشهادة. يعني انا فرح جدا من يجيك مدرب السعوديه ويفاجئك يقول لك انه منتخبك يعني مميز جدا وجاي يتطور، لكن نقصه مثلا اللمسه الاخيره التهديف. تعرفون احنا فريقنا جديد ولاعبيننا جدد، يعني الناشئ هذا اللي عندنا ما متدرب، ما عنده يعني ما عنده نفس تدريبي طويل، فتشوفه مثلا من يوصل للجول او عنده ارتباك من يوصل للجول بهاي الفتره تحس بيه عنده ارتباك، لان ما لاعب مباريات دوليه على مستوى عالي عكس المباريات. مثلا احنا من نجي الاحصائيه، مثلا احنا والفريق السعودي احنا في جميع مبارياتنا وصلنا المرمى الفريق المنافس اكثر من الفريق السعودي، لكن الفريق السعودي سجل احنا ما نسجل للاسف. حتى ويا الكويت كان سوء طالع، حتى ويا الكويت. صحيح. حتى ويا البحرين اللي سجلنا 3 اضعنا الكثير، واللعبه الاخيره سجل اكثر. نعم. ما يقارب 8 فرص محققه. نعم. يعني للتسجيل. طيب. أضعناها، لكن نقول بالمستقبل أكيد دول هذا الجيل. نعم. راح يسجل إن شاء الله. باختصار وصلت وياك أنا للدقائق الأخيرة من البرنامج، وأنا سعيد جدا بتواجدك معي بعد هذه الغيبة، وأتمنى إن شاء الله أن تكون حاضر معنا خاصة في الشوط الثالث والشرقية، وتعرف يعني معزتك ومكانتك، ونحن داعمين لعقليتك التدريبية الشابة. باختصار أنتظر إجابتك كابتن عماد على الفكر التدريبي الشاب اللي طغى الآن وبدأ يجني ثمار النجاحات في دوري الكرة الممتاز مع عدد من اللاعبين الشباب. والله يعني فرحين جدا. طبعا يمكن أنا أول واحد أو ثاني واحد من هاي المجموعة دخلت عالم التدريب، يمكن عصام حمد كان قبلي. نعم. يعني فرح جدا بحسام فوزي ورزاق فرحان في الديوانية، فرح جدا بأحمد عبد الجبار وحيدر عبيد بالصناعات الكهربائية، فرح جدا بعصام حمد، فرح حتى أكرم أحمد، أكرم كريم سلمان ايضا فرح جدا في الكرخ، احمد دحام في نفط ميسان. يعني بس احمد دحام شايب شوي. الفكر التدريبي الحديث او الفكر التدريبي الجديد مع هؤلاء الشباب المدربين الشباب. نعم. اتمنى من الادارات، يعني هم رغم قله الامكانيات اللي متواجده عندهم يدربون بانديه متواضعه بامكانيه اللاعبين، لكن هو هذا الفكر التدريبي. يعني احنا مثلا واحد من نظام الصناعات الكهربائيه ما نريد منه انه يكون ضمن الخمسه الاوائل او السته الاوائل، لا، من يبقى الصناعات الكهربائيه في دور النخبه نعتبره هذا انجاز له. اكيد. من واحد يلزم الديوانيه نفس الحاله، لكن انا اتمنى انه يجب ان يكون لهم دعم اعلامي قوي واشاده قويه من جميع المدربين. وطبعا انا واحد من الناس سعيدين جدا بتواجدهم بالفرق واتمنى لهم كل الخير. كابتن عماد، انا اشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا وظهورك الاعلامي الاول بعد تسلمك مهمه الاشراف على منتخب الناشئين، دعانا لك بالموفقيه والنجاح، ورفاقك ايضا حسن تركي، احمد والي، محمد ناصر، مدرب الحراس هشام، واتمنى للبعثه العراقيه نعم نعم الموفقيه والنجاح، وان شاء الله نشاهد عماد محمد اخر في
منتخب الناشئين. سادتي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي كان جزءها الثاني مع نجمنا الدولي الكبير عماد محمد مدرب منتخب الناشئين، واللي الحقيقة تحدثنا فيه عن مشاركتنا في بطولة غرب آسيا. دعانا بالموفقية للرياضة العراقية ولمنتخب الناشئين ولكل من يريد الخير للرياضة العراقية. حلقتنا انتهت لهذا اليوم معاكم، لكننا مستمرون معاكم بإذن الله تعالى تباعا. أنقل لكم تحيات من رافقني في هذه الحلقة، زملائي في استوديو البث الكنترول وزميلي مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. طبتم في أمان الله، إلى حلقة جديدة أقول لكم في أمان الله. Субтитры сделал DimaTorzok.